Bonjour les élèves de Tronc commun. Marhaba bikoum fi hadi vidéo jdid li ghanchoufou fih le 4e type des textes, yani ghanchoufou fih rabi' nawa' li ghanqraou fi les textes inchallah d'amada, li wa le texte injonctif wa an-nass al-amri. De commencer l'explication, bghit nqoul lkoum bli la chaîne ma bqalha walou toussal 110 بغيت الفيديو ما يبقاش عندك بغيتك تبارطاجي او ماكسيموم مع جميع التلاميذ اللي تتعرف وتنصحهم بالاشتراك باش ان شاء الله ديباسيو هذا الرقم هذا اللي حيت الحمد لله السنه اللي فاتت كانوا ارقام كبار وصلنا لهم هادشي كامل بالفضل ديالكم الى لقيت تفاعل كبير مع الفيديوهات ديال الفرونسي فغادي نحاول اشاك فوا نحط لكم الجديد في الفرونسي وغنكون ان شاء الله سبب انني نخليكم تفوقين في هذه المادة وتجيبوا أحسن نقاط بإذن الله راني تنخلي لكم دائما في لا ديسكريبسيون رابط ديال جميع الفيديوهات ديال الفرنسية اللي بغى جميع الدروس يقلب عليهم من تحت راه كاين واحد البلاي ليست واحد الرابط وكاين رابط بالنسبة للناس العلميين ديال مادة الفيزياء جميع الدروس ديال الفيزياء أخويا غتلقاهم من تحت دونك قبل ما نبداو خبط واحد لايك وتبع معايا دونك شنو تنقصدوا دابور بأن تكست انجونكتيف تنقدروا نسميوه أيضا أن تكست بريسكريبتيف ونص امري هو النص اللي تنعطيو فيه الاوامر والنصائح الى غير ذلك دونك كوم اون بوتي ديفينيسيون كتعريف صغير دون لو تيكست انجونكتيف في نص اللي هو امري اللي نقدروا نسميوه بريسكريبتيف لا ميم شوز لي ميتور لو لوكيتور سيلوي كي بارل شنو تيدير في هذا النص هذا شيرش ا انسيتي لو ديستيناتير ا اجير انا فاش نبغي نكتب واحد لو تيكست انجونكتيف سي تو سامبلومون تنكتب لك هذاك لو تيكست انجونكتيف باش انت لو ديستيناتير لو ليكتور اللي غتقرا لو تيكست ديالي تنحط احثك ان تتصرف يعني شي حاجه بانت لي فيك ماشي هي هذيك بغيت نبدلها فيك مثلا غنحثك انك مثلا دير واحد الامر يعني من واجب يعني من ناحيه ديال انا بغيت لك الخير نقدر ننصحك نقدر ايضا نامرك دير واحد الامر ولا نقدر ننهيك نقول لك هذيك الحاجه مثلا ما ديرهاش دونك تو سامبلومون لو بوت من ان تيكست انجونكتيف سي انسيتي لو ديستيناتير دائما تنحطو الطرف الثاني اللي غيقرا هذا تيكست انجونكتيف ا اجير انه يتصرف ويدير واحد الامر معين بون il se présente sous forme de conseil يعني دائما فاش غتقرا انت ان تيكست انجونكتيف غتلقى على شكل نصائح مجموعه من النصائح دي ريكومونداسيون توجيهات او بيان دي زوردر اوامر او بيان دي انترديكسيون سواء غادي نقول لك دير ذاك الحاجه او لا ما ديرش ذاك الحاجه تيتسموا لي انترديكسيون يعني تمنعك دير واحد الحاجه اللي بوتيت غتكون نيجاتيف شي حاجه سلبيه بالنسبه لك مزيان هاد لو تيكست انجونكتيف فين تلقاو غالبا تلقاو مثلا في لي روسيت مثلا ملي تتمشي تتفرج في شي واش وميشه فاش تسالي هذيك شي واش وميشه تتخلي لكم المقادير وتوريكم طريقه التحضير مثلا تتقول لك طيب هذه غسل هذه قشر هذه كب هذه دونك تما تكون تتخاطب الشخص اللي بغى يصيب هذيك داك الوجبه المعينه دونك تتعطينا اون روسيت روسيت هي وصفه نقدروا نلقاو لو تيكست انجونكتيف حتى في لو دومين ميديكال ملي تتمشي عند الطبيب المريض ديال الطبيب تيخرج له الطبيب واحد نورمالمون ايلوي لو ميدسان بريسكري نورمالمون هذاك لو مالاد ديالو بان ريجيم دونك تيعطي واحد لوردونونس واحد الوصفه طبيه تيقول له شرب هذه كل هذه ما تاكلش هذه دير ريجيم في دو سبور في ان ريجيم جو تو بريسكري باغ اكزومبل سو ريجيم سيفير فات ان بو دو مارش دير شويه ديال المشي الى غير ذلك يعني تيكونوا توجيهات الى غير ذلك سو تيكست اي كاركتيريزي باغ شنو هما المميزات ديال لو تيكست انجونكتيف باش يختلف لو تيكست انجونكتيف على الناراتيف والديسكريبتيف وارغيومونتاتيف لا بروميير دي شوز تلقاو غالبا تلقاو لامبيراتيف للاشاره لامبيراتيف هو الامر سي ان مود كتكون من لامبيراتيف بريزون اي لامبيراتيف باسي حنا غالبا تلقاو لامبيراتيف بريزون هاد الطرز ديال الامبيراتيف الاساتذه تيديروه سو فورم دان كور دو لونغ اي غرامير يعني الا لقيت واحد 500 لايك لهاد الفيديو هذا تنوعدكم غدا ولا بعدا نحط لكم الدرس ديال الامبيراتيف بريزون بلي زيكزومبل بلا كونجوغيزون ديالو حيت تيديرو الاساتذه مع لو تيكست انجونكتيف يعني الامر كيفاش تصرف انفير في الامر دونك الامبيراتيف غالبا تيكون عندنا مصرف في دو بيرسون ولا تخوا دونك تيتصرف مع تو ومع نو مع فو لو بغيت نصرف الامر تنستعمل لا دوزيام بيرسون دو سانغولي او لا بروميير بيرسون دو بلوريال او لا دوزيام بيرسون دو بلوريال يعني ما كاينش جو ما كاينش ان ما كاينش ان افيك اس مزيان باش نعرفوا الامر
تلقى واحد هذا سون سوجي يعني ما كنلقاش تو مارش تلقى مارش مارشون مارشي يعني هذا هو نورمالمون لامبيراتيف بغيت نصرف مثلا اتر في لامبيراتيف تنقول لك سوا سويون سوي مثلا تنقول لك كن حذر سوا بريدون سوا انتيليجون كن ذكي الى غير ذلك تلقاو ايضا لانفينيتيف يعني كنقدر نلقى اكس انجونكتيف دي فيرب لي افيك او ار اي ار و يعني ما مصرفينش كنقدروا نلقاو حتى لو فيتور فوالا اي لو سوبجونكتيف نقدروا نلقاو حتى لو سوبجونكتيف وايضا تلقاو حتى لو كونديسيونيل يعني هادو هما الازمنه اللي تلقاو ولكن جينيرالمون لامبيراتيف تيكون بزاف ايون اون فالور انجونكتيف يعني هاد الازمنه هادو تيكون هنا عندهم واحد الدور اللي هو امري يعني تنامروا به Les références à la deuxième personne sont nombreuses. Ghaliban f texte li huwa injonctif, ghaliban talqawh ti tkellem btu. Yani katkon katkhatab locuteur dialek ila kan wahed btu wala kti katehdar ma les interlocuteurs, pardon, machi locuteur, les interlocuteurs, ila kan wahed huwa li tatwajjalo dak el khitab el amri, fatatehdar btu, ila hadarti ma bzaf dial nas ra tatestamel vous. Mzyan? La forme négative pour les interdictions. Talqa la négation, بعد المرات انت تلقى la négation اللي تكون عندي تمنعك انك دير واحد الحاجه مثلا بغيت نقول لك ما تكميش ne fumez pas ne fume pas parce que la cigarette est par exemple tue la santé مثلا تقتل الصحه الى غير ذلك تنقول لك تنستعمل ne pas ne plus الى غير ذلك des phrases courtes يعني في هذا لو تيب انجونكتيف تلقاو دي فراز اللي هما قصار انيميراسيون يعني فاش غنبغي نصحك ما غنصحكش مره واحده غنقدم لك مجموعه من النصائح دونك نعطيك لو بروميي كونساي لو دوزيام لو ترويزيام ما بين واحد وواحد تلقى لي فيرغول دونك جينيمير تكون عندنا لينيميراسيون يعني فكره ورا فكره كنلقاو ايضا دي زيكسبرسيون دوبليغاسيون يعني ديال الوجوب فاش غنبغي نقول لك يجب عليك ان il faut que vous faites par exemple ou là que vous fassiez le tendre subjonctif du sport il faut que par exemple vous mangeriez matalan les aliments qui sont riches en par exemple protéines ou la chihaja tirskom taklou l'aghdiya li ghaniyin matalan bil protein ila ghayr dalik vous devez ila kant kanhadar ma wahed kanqol lek tu dois مثلا الا بغيت نقدم لك انا صحيح انت كتلميذ لي زيكزام سابروش امتحانات قربوا فو دوفي ريفيزي توت فو لوسون باسكو تراجعوا جميع الدروس ديالكم فو دوفي فير ايغالمون دي زيكزيرسيس دابليكاسيون اكسيتيرا اكسيتيرا لا بريزونس دوردر تنقدروا نلقاو الحضور ديال الاوامر لي كونساي نصائح تنقدروا نلقاو واحد دي زيكسبرسيون ديال النصائح وديال لي ريكومونداسيون قريتهم في التعامل مثلا نقول لك انصحك جو تو كونساي دو ولا جو فو كونساي دو انصحكم جو تو ريكوموند دو جو فو ريكوموند دو ولا تنستعمل دي زيكسبرسيون حتى ديال الكونساي ولا ريكومونداسيون تنقول لك ايلي اوبليغاتوار دو من الواجب ان ولا ايلي نيسيسير دو ولا ايلي بيان دو اكسيتيرا دونك هادو سون دي زيكسبرسيون اللي تلقاوهم précisément dans un texte injonctif. On a un exemple, il y a extrait de la pièce théâtrale intitulée Antigone. Je vais vous dire que j'ai le premier bac. On a un dialogue, un dialogue, entre Antigone, qui est le bâtard de la pièce, et l'autre de la pièce. C'est bon, l'autre de la pièce qui s'appelle Ismaël, va essayer de connaître Antigone, va essayer de donner des conseils et des ordres. Donc qui parle dans cette normalement dans cette tirade qui est une جمله طويله هنا c'est Ismaël à Antigone sa sœur l'autre ديالها قالت لها oublie le تلاحظوا معنا هنا oublie عندنا لو فيرب ما فيه لا tu le nous le vous le والو donc راه مصرف à l'impératif présent قالت لها نسيه Antigone comme il nous avait oublié كيف ما هو نسانا قبل هنا تيهضروا على واحد خوهم اللي كان مات وهذاك الملك اللي هو كريون ما بغاش يخليه يتدفن وانتيغون مصر انا باغا تدفن الاخ ديالها اسمها كتقول لها حيت نورمالمون الا مشات بغات تدفن هذا الاخ ديالها راه غادي يقتلها كريون سي بون وهي كتبغي تقول لها زعما تنصحها تتوجه تقول لها تراجع على هذا القرار ديالك لي سون نومبر دور ايري ايترنالمون سون سيبولتور دونك قالت لها خلي الظل ديالو يستمر للابد بلا دفن يعني بلا ما يتدفن هذاك الشخص puisque c'est la loi de Créon
دونك هنا تلاحظوا بلي عندنا عاوتاني لو فيرب ليسي مصرف في لامبيراتيف حيتاش ما عندوش لو سوجي نو تونت با تلاحظوا هنا عندنا انترديكسيون نهي قالت لها بلا ما تحاولي نيسي با نو تونت با سو كي اي او ديسو دو تي فورس شي حاجه اللي اكثر من القوه ديالك اي الا درتي هادشي راه غيقتلك كريون تو براف تو توجور قلت لها دائما تتكوني شجاعه في كل شيء ولكن الا هذه مي تو توت بتيت انت راكي باقا صغيره تو فيبل انتيغون ريست افيك نو بقاي معنا حيت هي الا مشات بغات تدفن هاد الاخ ديالها غيقتلها كريون دونك انا تتحاول تنصحها تتحاول ترشدها تحاول تامرها تقول لها بقاي معنا نو فا با تلاحظوا هنا لا فورم نيجاتيف يعني الا قال لك باش عرفتي عندنا هنا ان تكست انجونكتيف غتقول له عندنا الامبيراتيف عندنا نورمالمون دي زورد دي كونسي عندنا دي انترديكسيون باش عرفناهم داك نو با عندنا لا دوزيام بيرسون هنا تو حيت تهضر مع اختها انتيغون ريست افيك نو نو فا با لا با ما تمشيش لهي سيت نوي هاد الليله جو تون سوبلي يعني تنترجاك فوالا دونك هذا كان ان اكستري ديال لا بيس تياترال انتيغون اللي غتقراو العام الجاي اللي تلقاو بان في هذا الاكستري هذا بلي تيطرا عليه نورمالمون هاد الطابع هذا ديال لو تيكست انجونكتيف دونك هنا غتكون سالات الفيديو الا بغيتوني نحط لكم كيفاش نكتب ان تيكست ارغومونتاتيف لا برودكسيون اكريت ديالو لا برودكسيون اكريت ايغالمون ديال لو تيكست انجونكتيف ايوا وحتى ايضا الدرس ديال لونغ اي غرامير ديال لامبيراتيف بريزون اللي غتقراو في المدرسه بغيت واحد 500 لايك سي بون وان شاء الله غادي نديرهم يعني من هنا نهار يومين تلقى الفيديوهات ان شاء الله كلهم في لاشين وحنا ديما معكم جو فو زام ايغالمون جو فو دي تري بون كوراج بروني سوان دو فو اي ا تري بيانتو